السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي احط باث روم في بنام فيكتور ووركس. اجي هنا في الفيكتشر واختار باث شاور روم، ده شاور اهوت، تقدر تختار النقطة اللي تحط فيه وبعد كده تحدد الاتجاه، يظهر معاك بالشكل دوت، وتقدر تختار اي شكل من الاشكال ديت مثلا دوت، تقول له سيلكت وتبدأ تحطه في المشروع بالشكل دوت. هتلاقي حاجات كتيرة تقدر تختار منها، مكتبة موجودة، وتقدر لو عندك حاجة انت محملها من على النت تقدر تشوفها هنا بالشكل دوت.